الأولتراس، الكلمة اللاتينية التي تعني الفائق أو الزائد عن الحد. خرجت الفكرة من ملاعب البرازيل والتي حملت اسم التورسيدا، وذلك في عام 1940. وانتقلت الفكرة إلى ملاعب أوروبا في خمسينيات القرن الماضي عن طريق فريق هايدوك سبليت اليوغوسلافية. ولكن كانت بداية انتشارها الحقيقي في أوروبا كان في إيطاليا بعد تأسيس أولتراس إي سي ميلان في عام 1968، والتي جذبت أنظار متابعي قدم العالمية وقتها. ثم بدأت الفكرة في الانتشار في عدد من الفرق الأوروبية. وكانت بداية ظهور فكرة جماهير الأولتراس في الوطن العربي من تونس، وتحديدا في عام 1965، حيث أسس جماهير نادي الإفريقي التونسي مجموعة الأولتراس والتي حملت اسم الأفريقان ويدرز. ثم انتقلت إلى الأندية التونسية مثل الترجي، والمغربية مثل الوداد والرجاء البيضاوي، والجزائرية مثل مولودية الجزائري وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة. وانتشرت فكرة الأولتراس في الملاعب بشكل كبير لعدد من أندية المغرب العربية. وفي عام 2007 ظهرت أول مجموعة للأولتراس في مصر من خلال مشجع النادي الأهلي، ثم انطلقت بعدها بفترة قصيرة أولتراس وايت نايتس لمشجع نادي الزمالك، ثم انتقلت إلى عدد من الأندية المصرية الجماهيرية في مقدمتهم الإسماعيلي التي حملت شعار التنانين الصفراء، والنادي المصري البورسعيدي الذي حملت شعار النسور الخضراء، والاتحاد السكندري التي شعارها هو الجرين ماجيك. وبدأت فكرة الأولتراس في الظهور في الدول العربية الأسيوية من الأردن في عام 2008 على يد جماهير نادي الوحدات الأردنية أولتراس جرينز، ثم انتقلت إلى سوريا عن طريق نادي الكرامة والتي حملت اسم رابطة بولسن. ولكن فشلت محاولات إنشائها من بعض الجماهير في بعض دول الخليج العربية نظرا للتضييق الأمني التي واجهته. ما يميز جماهير الأولتراس عن باقي الجماهير هو أنهم كتلة جماهيرية شبابية كبيرة تتميز بالاتحاد والقوة، ويصعب اختراقها أو السيطرة عليها، فهي جماهير تعشق كرة القدم وتعشق فريقها الكروية، ولها أربعة مبادئ تقوم على الولاء والانتماء وعدم التوقف عن التشجيع والأداء القوي للأغاني والهتافات الحماسية وحركات الأيدي والتشكيلات والدخلات الكروية التي تبهر الجماهير وترعب الفرق المنافسة، بالإضافة إلى عدم الجنون المباراة والذهاب وراء فريقهم والسفر ورائه لمساندة في أي مكان. عقلية الأولتراس تعتمد بشكل مباشر التمويل الذاتي ولا تقبل أي إعانة من أحد، حيث تمول نفسها عن طريق الاشتراكات وبيع المنتجات مثل التيشيرتات والقبعات، ولكل مجموعة رمزها الذي يميزها عن غيرها. فكرة انتشار الأولتراس في الوطن العربي واجهها قمع وهجوم إعلامي غير مسبوق مع بداية انتشارها، ففكرة أن يجتمع الشباب في كيان واحد بعشرات الآلاف أرعبت الأنظمة القمعية، ومع بداية ظهورها شهدت اعتقالات في صفوفها واعتداءات أمنية وشيطنة إعلامية، الأمر الذي وصل لقيام مجازر ضدها، وكان أبرزها في مصر ضد أولتراس الأهلي في بورسعيد والوايت نايتس في استاد الدفاع الجوي في محاولة لإيقاف هذا الطوفان الذي أرعب الطغاة. فجماهير الأولتراس تحولت إلى صوت الشعب المكتوم الذي عبروا عنه بأغانيهم وهتافاتهم داخل المدرجات وخارجها،
فتجدهم دائما يرفضون الظلم ويساندون حرية الشعوب، وأهم المساندين للقضية الفلسطينية التي تظهر دائما أعلامها داخل المدرجات العربية بفضل تلك الجماهير الوافية، وتجدهم دائما أول المساندين والمدافعين عن الثورات العربية وفي الصفوف الأولى. فجماهير الأولتراس في أوطاننا أصبحت هي الصوت عندما تتحول الدنيا إلى سكوت.